ده شغل والالتزام ده يعني ده يعني لازم نكون كلنا ملتزمين، ده في الاخر شغل واكل عيش، لازم نحترمه ولازم نحترم جمهور ولازم نحترم الناس اللي جايه. وبما انه هذا اول لقاء ليه بعد العرس، سالناه عن كل اللي صار بهاليومين اللي فاتوا والتكتم لاخر لحظه على التفاصيل. انا وهي بنحب الخصوصيه اكتر بصراحه، فرحت الناس فرحتنا في الاخر. لكن الشيء اللي راح يفرح شيرين اكتر هي الكلمه اللي راح يقولها هلا. قول لها بحبك. وهالمحبة شفناها بشكل كبير على السوشيال ميديا والكل كان فرحان لفرحتهم، أبرزهم تامر حسني اللي كتب على إنستغرام مليون مبروك لأصدقاء العمر، ربنا يسعدكو ويبعد عنكو أي شر، سمعونا زغروتا يا بنات. وهو أكيد كان بيحب يكون معهم، لكن اللي منعه هو تصوير كليب أغنية كأس العالم مع الدوزي وأسيل عمران في بيروت.